وحشني قوي قوي. عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم لحن جديد قوي اسمه اوسانا خني اتشوس. واللحن ده كان دايما بيتقال ربنا يسوع المسيح يخش ارض اورشليم ويخش اورشليم. كانت الناس كلها عماله تقول اوسانا خني اتشوسي، واللحن التاني الجالس فوق الشاروبيم. واللحنين دول احنا كلنا بنقولهم في الكنيسه. تعالوا نتعلم النهارده مع بعض اوسانا خني اتشوسي. طيب قبل ما نتعلم اللحن تعال نسال نفسنا يعني ايه اوسانا. اوسانا هو لفظ يوناني متاخده من كلمه عبريه اسمها هوشعنا، هوشع ونا، هوشع خلص او انقذ، طب نا بتدل على احتياج، احنا محتاجين عايزين، عشان كده جه منها كلمه الشعانين. هي عامله زي بالظبط جعانين، وهي ترجمتها اصلا يعني خلصنا الايه. دي معلومه على اللحن. خش بقى في اللحن. اللحن بيقول ايه؟ اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. نركز شويه في فاي بي ابورو، مش ابورو، ابورو. اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. تعال نسمع الحته دي مع بعض. اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. تاني. اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. تعال نقسمها بالنص. اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. عارفين لو حفظنا الحته دي كده احنا خلصنا نص اللحن. تاني مع بعض. اوسانا خني اتشوسي. انا مش سامعكم على فكره، قولوا صح. تعال نخش على الحته اللي بعدها بقى. فاي بي ابورو امبسرائيل، فاي بي ابورو امبسرائيل. تاني. اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. اسمعها لوحدكم. اوسانا خني، لا ابورو مش ابورو، ابورو. تاني. اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. تمام؟ اوكي. يا ريت نوقف في الفيديو اكد ان احنا قلنا صح، بعد كده نكمل الفيديو تاني. الحته اللي بعدها افس مارو اوتنجي في اس نيو. تاني الحته دي، الحته دي بقى ورا بعض. افس مارو اوتنجي في اس نيو. تاني. نقول الحته دي تاني. افس مارو اوتنجي في اس نيو. كده احنا خلاص فاضل حته صغيره قوي قوي قوي. تاني الحته دي. افس مارو اوتنجي في اس نيو. اعملوا تحس انك بسرعه. افس مارو اوتنجي في اس نيو. اعملوها يلا انا مش سامع. 1 2 3. افس مارو اوتنجي في اس نيو. افس مارو اوتنجي في اس نيو. افس مارو اوتنجي في اس نيو. اسمعها منكم لوحدكم. افس مارو اوتنجي في اس نيو. لا هي افس مارو اوت مش افس مارو اوت. لا افس مارو اوتنجي في اس نيو. انجي في 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 في. افس مارو اوتنجي في اس نيو. يلا بقى من الاول خالص لحد هنا. 1 2 3. اوسانا خني اتشوسي فاي بي ابورو امبسرائيل. افس مارو اوتنجي في اس نيو. اسمعها منكم وحدكم. برافو برافو يا ولاد. تعالوا بقى نخش على الحته الاخيره ونكون كده خلصنا اللحن. خينفران ام تشويس انتني جوم. تلات كلمات. خينفران ام تشويس انتني جوم. خينفران ام تشويس انتني جوم. خينفران ام تشويس انتني جوم. يلا معايا بقى. افس مارو اوتنجي في اس نيو. خينفران ام تشويس انتني جوم. تاني. خينفران ام تشويس انتني جوم. اسمعها منه. خينفران ام تشويس. لا خينفران ام تشويس تتقال ازاي؟ خينفران ام تشويس. ايه ده ايه ده، لازم تتقال كده عطسه كده تشويس وتروح يلا. خينفران ام تشويس تاني جوم. خينفران ام تشويس تاني جوم. قولها لوحدكم بقى. برافو يا ولاد. تعالوا نقولها بقى من الاول خالص لحد هنا. يلا 1 2. نسيت اقول لكم احنا كده خلصنا اللحن. يلا نقول مع بعض. اوسانا خني اتشوسي
فاي بي اي بو اوروم بسرائيل افس مارو او تنجي في اسنيو خينفران اي مبتوي سنتاني جو. برافو يا ولاد، اتمنى تكونوا ان انتوا حفظتوا اللحن ده كويس قوي، وانا عايز اسمعه منكم وتبعتولي الفيديوهات بتاعتكم وانتوا بتقولوها. باي باي.